السلام عليكم، نتمنى تكونوا كتشوفوا هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. اتماما لسلسله موضه خريف شتاء 24 و25 في الفيديوهات السابقه، الفيديو الاول وكنت قدمت لكم فيه ريفيو كامل على الالوان الموضه لهذا الموسم، الفيديو الثاني وكان شامل لصيحات الموضه من نفس الموسم. وفي هذا الفيديو غادي نقدم لكم جميع الاقمشه والطبعات الدارجه من موسم خريف وشتاء 25، وديما انا معكم البنات باش نختصر عليكم ونقدم لكم الشامل لموضه مع نصائح والتنسيق المتعلقه بالفاشن والستايل. هذا النوع ديال الفيديو كيحتاج مجهود كبير بزاف وبحث اكثر باش كننزل لكم المختصر ديال الموضه اللي دارجه، فما تبخلوش عليا بدعم للقناه، جيم واشتراك، بارطاجيو مع الاصحاب، ويلا نبداو الفيديو. انيمال براند، وغادي نبداو باكثر موضه دارجه لهذا الموسم، وسبق لي هضرت لكم عليها في الفيديو السابق عن صيحه موضه من نفس الموسم، ودابا نهضروا عليها كطبعه بالتفصيل. بشكل عام انيمال براند او الطبعات الحيوانيه دارجه بزاف هذه الموضه خلال خريف 24 وشتاء 25، وغادي نذكرهم لكم جميعا. فاول واقوى طبعه لهذا الموسم فهي اليوباغ او طبعه الفهد. اليوباغ البنات شفنا دايره بوم سواء في الديفيلي في الاسواق والاطلالات المشاهير وحتى على السوشيال ميديا، وكما ديجا قلت لكم حنا في المغرب كننظروا لهذا الستيل شويه فولغير، ولكن هذا الموسم تحيدت تماما هذه الفكره لان الديزاينر طرحوا اليوباغ بقصات وتصاميم هائله فعلا ايضا منها الفاخره، وكيقولوا انه كيجلب طاقه الثراء هذه من المقولات اللطيفه وصافي، حيث اننا شفنا بروز موضه الموب وايف واللي هضرنا عليها تاهي في الفيديو السابق، وقلنا ان ستيل موب وايف غالبا كتلبس فيه لابر براند. في دور الازياء طرحوا لنا تصاميم سواء المونطوب ترانش كوت بالجاكيت بالفساتين لي جوب وجميع قطع الملابس، ولكن الاكثر شهره فكان هو البونطالو، حتى اننا شفنا طبعه الفهد بالحقائب والاحذيه. روبلايت من الطبعات الحيوانيه ايضا برزت عندنا طبعه الزواحف فشفناها على الرانوي، سنيك براند طبعه الافعى، وكذلك شفنا الكروكودايل براند طبعه التمساح. هاد الترند شفناها مثلا عند ايزابيل مارون، فنزلوا الديزاينر عده قطع متنوعه من الجلد الافاعي وبعضها من التماسيح، سواء في الملابس شفنا ايضا مثل الاكسسوارات بحال لي شال، وشفنا على الحقائب عند جيفونشي، وبعده عروض اخرى شفنا ايضا طبعه الزبره وهي طبعه الحمار الوحشي، وكنا ديجا شفنا كتنسق بالابيض والاسود والنيوترال وحتى مع الفوشيا بينك، وحتى اننا شفنا الكاو براند طبعه البقره فشفناها بالملابس وغالبا بالحقائب. انا شخصيا ما نقدرش نلبس هذه الطبعه الا كانت في الزنقه، ولكن بالكابيجاما تجي مينيوم تجي كيوت، واخا بيجاما ديال الدار ممكن. وانتم شنو رايكم البنات؟ كامو، الكامو غادي نشرحها بالعربيه على انها التمويه، طبعه التمويه دارجه جدا على الموضه وللتقريب اكثر فهي عبر الصور، فهي ايضا طبعه غير مفهومه مثل الفن التشكيلي اشكال تمويهيه وكتسمى كامو، فحتى طبعه الميليتاغ هي من طبعات الكامو. فشفنا الكامو بعده اشكال تمويهيه اخرى، فمثلا شفناها بعروض الويفيتون من العروض الرجاليه والنسائيه باشكال متعدده سواء على اللبس الفورمال او البليزر لي بونطالون، كذلك من ضمن البراندات اللي ركزت عليها شفنا عند ميزون مارغيلا، وشفنا عرض زوين بزاف ومقنع من نفس الموضة اللي براند سميتها روبرتو كافالي، حيث طرح تصاميم مختلفة تم استخدام فيها خامة الكامو بأسلوب كيشبه الرخام أو الألواح الصخرية، وكانت فكرة زوينة ومتفردة. بولكادوت، بولكادوت البنات موضة كانت دارجة بقوة في الخريف والشتاء الماضي، وكانت دارجة أكثر بالأبيض والأسود بعروض عديدة. هاد الموضة مستمرة معنا لهذا الموسم، فهي موضة كلاسيكية للسيدة راقية ومأخوذة أيضا من ستيل اللي هضرنا عليه في الفيديو الماضي، موضة ليدي لايك القادمة من الفينتاج، فشفنا فاندي وموسكينو كيف نزلوا قطع مزيونين مع عدة تطوير وإضافات لهذا الموضة. وبعرض سيرين شفنا البولكادوت على لي شوميز بالاسود والابيض، شفنا كذلك فساتين وملابس اخرى عند دوتشي غابانا من نفس البراند، وبراندات اخرى طرحت هذا الستيل بالوان مختلفه وخرجت على الابيض والاسود المعتاد. فلاور طبعه الازهار، وهي طبعه كلاسيكيه وعاده كنشوفوها بعده مواسم، فهذا الموسم شفنا فلاور براند بالديفيلي لعده مصممين لدور ازياء عالميه متعدد. فلاور براند جات بعده اقمشه واساليب، فشفناها كطبعه كتغطي الثوب كامل، كذلك شفناها بتقنيه 3D. شفنا لي فلوغ على المعاطف على ليفيست، كذلك بالتوتالوك بالغارديغون وحتى على الحقائب والاحذيه، والاهم من هذا كله هو اننا شفنا هذه الطبعه بالوان الموسم واللي سبق وخصصنا لها فيديو كامل وشامل. موضه طبعات الازهار شفناها بعرض على شكل تطريز، وهذا الاسلوب عجبني بزاف وضاف فخامه كبيره لقطع الملابس اللي تعرضت خاصه على المعاطف، فكانت فخمه بزاف. وشفنا فلور براند حتى بعده عروض الاوت كوتور فاخره، استخدمت عده اقمشه متنوعه منها الملمس الناعم بحال الحرير، ومن المتصلب بحال البروكار، كذلك الاقمشه الخفيفه بحال لاتور الشيفون والدونتيل، وبزاف بزاف ديال لي ماتيير اخرى. وبالنسبه لتنسيق طبعه الازهار فميمكنش طبعا انكم تنسقوا اوتفيت من قطعه بها طبعه ازهار مع قطعه اخرى بلامبخيمي مختلفه، غادي تجي تخو شارجي واوفر بزاف، فاما كتنسقي الاوتفيت كامله بنفس لامبخيمي يعني بالتوتالوك، واما كتنسقيها مع قطعه تكون سامبل تماما. فمثلا بنات لا جوب طويله بالفلورال براند فلوو كيكون سامبل تماما، ممكن يكون بالجين، ممكن تكون شوميز او لا جاكيت، او نقدروا نلبسوا فستان مثلا بازهار وممكن نضيفوا له جيلي سامبل او لا معطف او لا جاكيت من الفوق.
نفس الشيء الا اختاريتي انك تهزي حقيبه عليها ازهار وبزاف ديال لي ديتاي فخاص الاوتفيت ديالك تكون سامبل تماما. نفس القاعده ايضا كتنطبق حتى على الاحذيه، وهذه كانت بعض التنسيقات عبر الصور. بليد طغطا، طبعا الاكثر انتشار فهي طبعا لي كارو، واللي طبعا كلاسيكيه تقريبا هي تايمليس ما كديموضاش، فهي براندز خريفيه شتائيه بامتياز. كتاخذنا في اجواء البرد والمطر، احيانا كنشوفوها من قطعه واحده منسقه مع اوتفيت سامبل، لكن هذا الموسم جات حتى بالتوتالوك كما شطرحتها غوتشي على الرنوي. شفناها ايضا بالجلد وبالبليزر، ونزلت بعده ماتيريال جميله، فعلا ديزاينر ضافوا عليها لمسات وافكار حصريه وخرج لينا بها في هذا الموسم. العديد من البراندات نزلوها بابداعات مختلفه مثل بوربيري، وكي كنعرفوا اصلا لي كارو هي لا سينياتور ديال بوربيري، طغطا دارج على الكاشمير، الصوف، الحرير، القطن، الجلد وعده اقمشه اخرى بالوان الموسم الدارجه. ارت، الطبعات الفنيه هي لاطوش سبيسيال سواء للمصمم ولا حتى للبنت اللي غادي تلبسو، حيث ان الارت او الفن ما عندوش حدود، وكل وحده منا كتختار منه النوع اللي كيلامس الذوق ديالها او الوقت والزمان فين غادي تلبس هاد لابريمي هادي. هاد الترند مستمره من السنه الماضيه ومستمره معنا حتى هاد الموسم، فكما شفنا ان موضه الارت بالنوعين جيوغرافيك براند واللاندسكيب. فشفنا طبعات الجيوغرافيك بملابس عليها صور معالم وحضارات كما شفنا بالفن التشكيلي لصور الشخصيات اما معروفه وغالبا كانت شخصيات ايقونيه غير معروفه فقط كتمثل حضاره او حقبه من الزمن. وبالنسبه لطبعات اللاندسكيب فكنشوفوا بعده ملابس منها لي جيب الفساتين لي جاكيت لي شوميز بطبعات فنيه للوحات ماخوذه من الطبيعه بحار جبال. طبعات الفن اللي شفناها بهذا الموسم مختلفة وعليها عدة تعديلات على السنة الماضية، فمثلا لخدينا ديور كمثال، فديور عرضت قطع من معاطف وجاكيت بنفس الارت لكن بشكل طلاء على الثوب بشكل فوضوي نوعا ما، كما انها اقتصرت على الاسود والابيض للغموض اللي كيعطي فايب البرد. هذا الترند ركزوا عليه عدة دور ازياء مختلفة اللي كنشوفوا من عندهم هاد الصور. معظمهم خدوا موضة الارت بعدة انواع كلوحات فنية او طيور احيانا حيوانات وايماءات كذلك معالم وطبيعة او بقع الوان. فيلاغري ممكن بهدرتنا نقولوا عليها النقش او الزخرفه، وهاد الزخرفه كتجيب عده انواع احيانا مفهومه واحيانا لا، سواء النقوش ايمائيه زخارف بحال مثلا الزخرفه اللي في البغوكار، فشفنا عده تصاميم هائله جدا بعروض قويه بزخارف واشكال متنوعه، احيانا جات زخارف بحال زهور متداخله فغادي نشوفوها بالاسواق وعلى الرانوي، وغادي نشوفوا اثواب مزخرفه على الحرير او بالتطريز وعده ماتيريال فاخره وانيقه، وكيبان لي ان هاد الترند مميزه وكتعطي فايب الثراء والفخامه. البراندات اللي برزوا هذا الترند عندنا مثلا إلتخو كينزو، عندنا فيرزاتشي، ايضا شفنا غزالة، عند قطع زوينة بزاف عند دوتشي غابانا، وعند اوف وايت اللي صعب استخدموا قماشات وخامات رائعة. سترايبس عندنا ايضا براند اخرى انيقة ودارجة على الموضة هي سترايبت براند او الخطوط الهندسية، وهي امتداد من موضة السنة الماضية فممكن مازال تستثمري في القطع القديمة اللي عندك. الخطوط الهندسية شفناها بخطوط عريضة وايضا ضيقة كذلك منها المتموجة وخطوط بالطول وبالعرض. كنرجع نذكر ان البنات اللي قصارات او متوسطة الطول يبتعدوا تماما على الخطوط بالعرض حيت كتاخذ من الطول ديالكم، في المقابل ممكن تلبسي خطوط بالطول اللي كتزيد من الطول ديالك في النظرة. حتى لي غايون دارجين ايضا كيبقى فقط انك تختاري من الانسب للجسم ديالك. الزيبرا ايضا داخله في موضه سترايبس، هذا الموسم شفنا الخطوط حتى على الجلد وماشي من العاده نشوفها، فكانت لمسه جديده وفريده من غوتشي ولوي فيتون. سويت دان او الشموا من الاقمشه الاكثر شيوعا هذا الموسم هو عوده الدان بقوه للساحه. سويت او الشموا هو الجلد المضبوغ من جلد الغزال او الشموا من فصيله الغزال. شفنا تقريبا عند جميع البراندات الديزاينر عطاو اهتمام كبير وخرجوا من تصاميم رائعه وتنسيقات خطيره، سواء بالجاكيت لي مونطو الترانش كوت لي جيب لي بونطالون وحتى الحقائب والاحذيه. فممكن تكوني ترندي بالدان عن طريق حذاء او حقيبه، شفنا الدان ايضا بموضه الويسترن والكاوبوي. الدان هو راقي وانيق وفخم وكيبغي انك تحافظي عليه مزيان من المطر والغبره ومن الخمله. الفوفر، الفرور البنات هو ماتيريال درجة بقوه وهذا طبيعي فاحنا داخلين على البرد والشتاء، اذا الفرور كياخذنا الفايب الشتاء الدفء الثلج والمطر، وهي لا ماتيغ فاخره وانيقه وكتعطي مظهر الفي اي بي. الفرور دارج بقطعه او التوتالوك المعاطف الطويله او الاكسسوارات، الفرور المصنع هو اللي مكتسح الساحه فما بقاوش المصممين كيستعملوا الفرور الحقيقي. وشفنا الفرور دارج بموضه الموب وايف، فلا بغيتي اطلاله فاخره اعتمدي الفرور. وهكا كنكون قدمت لكم ريفيو كامل شامل عن الاقمشه والطبعات الدارجه لهذا الموسم. هذا النوع من الفيديو البنات كيتطلب انه مجهود كبير وبحث كبير، فما تبخلوش عليا بجيم وابوني، تعليقاتكم كتهمني بزاف، ارائكم في لي كومونتير، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. اشتراكك في قناتنا يعني بدايه صداقتنا. نشوفكم في الفيديو القادم، الى اللقاء.